القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. عقد وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي لقاء إعلاميا للإعلان عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز، والتي تضم 12 دولة. سيحضر وزراء خارجيتها وممثلوها غدا إلى رام الله بناء على طلب فلسطين. الاجتماعات العادية هي اجتماعات دورية تتم عادة كل سنتين مرة، وإذا ما أردنا أن ننتظر كل بعد مرور سنتين عن قمة طهران أو شرم الشيخ للحديث عن الجانب الفلسطيني على القضية الفلسطينية فهذا وقت متأخر. نحن اعتقدنا أنه ستكون هناك لفتة مهمة جدا تقدمها هذه اللجنة الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز في حضورها الاستثنائي إلى رام الله. الاجتماع الذي سيلقي فيه الرئيس كلمته يهدف إلى كسب التأييد والدعم الدولي قبيل التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو في ظل الموقف الأمريكي المعيق لذلك. الموقف الأمريكي لم يتغير منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة، وعندما جئنا لنقول أن جهودنا في مجلس الأمن قد تعثرت لأسباب الجميع يعلمها، فبدأنا التفكير في بدائل قد في حال نجحنا فيها وهي الذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على صفة دولة. ذلك النجاح في الحصول على صفة دولة في مجلس الأمن سوف يعزز موقفنا وبقوة. سيتم غدا أيضا عرض إعلان رام الله المدين لسياسة الاحتلال والاستيطان، والمأمول أن يعتمد من قبل حركة عدم الانحياز. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.